حتى أثر ذلك في جسده. عانى إمامنا الكاظم في حبس السندي أشد الآلام والأذى، وكان إذا ضاق نفس الإمام لضيق الطامورة يأتي إلى بابها، وكان فيها فتحة ليستنشق الهواء منها شيعة، فإذا رآه السندي لطم الإمام على وجهه. وأرجعه إلى داخل الطامورة، أفي أي كف يلطم الرجس وجهه، وما هي إلا فرع لطمة فاطم. ويظهر من الأخبار أن هارون العباسي لما قرر قتل الإمام أمر بنقله من الطامورة إلى مكان أفضل وأوسع ليعمي على الناس حال الإمام عليه السلام. عن الحسن بن محمد بن بشار قال: حدثني شيخ من أهل قطيعة الربيع من العامة ببغداد كان ينقل، قال لي: رأيت بعض من يقولون بفضله من أهل هذا البيت، فما رأيت مثله قط، يعني الإمام في فضله ونسكه. فقلت له: وكيف رأيته؟ قال: جمعنا أيام السندي بن شاهد 80 رجلا من الوجوه المنسوبين إلى الخير، فأدخلنا على موسى بن جعفر، قال السندي: انظروا إلى الإمام موسى بن جعفر هل حدث به حدث؟ فإن الناس يزعمون أنه قد صنع به كذا وكذا ويكفرون في ذلك. هذا منزله، هذا فراشه، موسع عليه غير مضيق، ولم يرد به أمير المؤمنين سوءا. قال: ونحن ليس لنا هم إلا النظر إلى وجه الإمام وإلى فضله. فقال الإمام عليه السلام: أما ما ذكر من التوسعة فهو على ما ذكر أي الآن، غير أني أخبركم أيها النفر أني قد سقيت السم في 7 تمرات، وإني غدا أخضر وبعد غد أموت. قال: فنظرت إلى السندي يضطرب ويرتعد مثل السعف، وكان الطاغية قد بعث إلى السندي رطبا مسموما يقدمه للإمام موسى بن جعفر، فامتثل أمر الطاغية وقدم الرطب إلى الإمام وأجبر الإمام على ذلك شيعة، فأكل الإمام من ذلك الرطب ورفع يده إلى السماء وقال: يا رب، إنك تعلم إني لو أكلت قبل اليوم كنت قد أعنت على نفسي. ثم تناول 7 رطبات فأكلها، وقيل 10، ثم امتنع. فقال السندي: زد على ذلك. فرمقه الإمام بطرفه وقال: حسبك، قد بلغت ما تحتاج إليه. ولما ثقل حال الإمام
وأشرف على الموت استدعى المسيب ابن زهرة فقال يا مسيب قال لبيك يا مولاي قال إني لضاعن إلى المدينة في هذه الليلة مدينة جدي رسول الله لأحد إلى علي ابني ما عهده إلي أبي جعفر وأجعله وصي وخليفة وأمره بأمري. قال المسيب يا مولاي كيف تأمرني أن أفتح لك الأبواب وأقفالها والحرس معي على الأبواب؟ قال يا مسيب أضعف يقينك بالله وفينا، أنا إمامك الكاظم. ثم قال إني أدعو الله عز وجل باسمه العظيم الذي دعا به آصف بن برخيا حتى جاء بسرير بلقيس ووضعه بين يدي سليمان قبل ارتداد طرفه. قال المسيب ففقدت الإمام فلم أزل قائما على قدمي حتى رأيته قد عاد إلى مكانه وأعاد الحديد إلى رجليه. فقال لي ارفع رأسك يا مسيب واعلم إني راحل إلى الله عز وجل في ثالث هذا اليوم. فبكيت. قال لي لا تبكي يا مسيب فإن عليا ابني هو إمامك ومولاك. سمعوا الإمام الرضا صيحة، قلوا لعظم الله لك الأجر أيها الرضا. قال ثم إن سيدي دعاني في ليلة اليوم الثالث فقال لي إني على ما عرفتك من الرحيل إلى الله، فإذا دعوت بشرب من ماء فشربتها ورأيتني قد انتفخت واصفر لوني واحمر فاخبر الطاغية بوفاتي. قال المسيب فلم أزل أترقب وعده حتى دعا بالشربة فشربها ثم دعاني فقال لي يا مسيب إن هذا الرجس السندي يتولى غسلي ودفني وهيهات هيهات أن يكون ذلك أبدا، فإذا حملت إلى المقبرة المعروفة بمقابر قريش فألحدوني بها إلى أن قال ولا تأخذوا من تربتي شيئا لتتبركوا به فإن كل تربة لنا محرمة إلا تربة جدي الحسين جعلها شفاء لشيعتنا وأوليائنا. شيعة الإمام. قال المسيب بينما أنا كذلك أرقب الإمام وهو على هذا الحال. سيدي أيها الجواد من رخصتك، سيدي يا صاحب الزمان، ما أدري أنت الآن وين قاعد الآن. الإمام الحجة يلطم على رأسه ينادي واجده. أجركم الله شيعة. قال المسيب فلم أزل أراقب الإمام حتى تغير وجه الإمام. يا الله يا الله. وعرق جبينه
وسكن أنينه وأسبل يده ومدد رجله وفارقت روحه الحياة. رحم الله من نادى وإماما، رحم الله من نادى وكاظما، وويلي على المسموم وويلي على ال... اقعد اقعد اقعد، بارك الله بك، اقعد. اقعد بارك الله. لا لا، هذا مو قبول، مو قبول الكلها. وويلي على المسموم، للزهراء للزهراء. هاليوم هاليوم نعزي فاطمة، قال الراوي إن علي بن سويد قد اتصل بالإمام موسى بن جعفر وهو في طامورة السندي بن شاهد، قال سيدي متى الفرج؟